باش نحكيو على تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد يقول فيه كل من دعوا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة وأيضا الانتخابات المحلية اليوم قاعدين يحضروا في رواحهم بكل الوسائل والطرق استعدادا للانتخابات القادمة، ولهنا يحكي تحديدا على الانتخابات الرئاسية اللي باش تصير في خريف 2024. يقول لك ونسوا انه المسؤولية راهي كبيرة، المسؤولية راهي ابتلاء، المسؤولية راهي وزر ثقيل ماهيش كرسي وإلا جاه زائف كما يحلموا هما، وهذا وفق التعبير بتاع قيس سعيد. شنو رايك؟ والله انا رايي اللي قاله تو قيس سعيد فيما يخص انتخابات رئاسيه كحكم رئاسي، فهمت؟ انا فرحان به برشا، مش بقيس سعيد راه فرحان بالنظام الرئاسي مش بقيس سعيد، خاطر الحكم البرلماني اللي عملوه تو في العشر السوداء اللي سميوه هذايا، احنا شعب تونسي عمرنا ما كنا ما عشناهوش الحكم البرلماني، دخلنا عليه في نهارنا ولينا ننتخبوا، حط سبعك في الحبارة وبرنتخب، شنو اللي شفت منه الحكم البرلماني؟ اعطيني الاحزاب اللي قدمت روح الكل، انا هو حزب جاب برنامج عمل وعرضه على الشعب وشافوه ودرسوه وباش ينتخبوه، حتى حزب، نمشي ننتخب نهار الاولاني 14 جونفي الناس كل جات النهضة 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 بما فيهم انا، قلت النهضة والنهضة ونخزر الغنوشي والغنوشي وبعد حطنا في هاوية. ريت قيس سعيد توا الوضع اللي احنا فيه في البلاد تويك، لو كان الفلوس الدعم اللي جاء للغنوشي وجماعته، ما نقولش غنوشي بركة الترويكا كلها، الدعم اللي خذاوه الفلوس اللي خذاوه من برا يعطيه القيس سعيد توا رجع تونس في السماء، فهمني؟ ولذا الحكم البرلماني هذا احزاب راهو ما ينجحش في تونس، ما نعرفوهوش، ما عشناهوش، يلزموا سنين نمارسوه باش نعرفوه باش نعرفوا شنو ننتخبوا. هذه ديمقراطيه، يجيش حتى اي انسان عنده الحق باش يترشح، جمهورية هو يتحمل مسؤوليته، كل واحد هو مسؤوليته هو كهو، لا هذه ديمقراطية، وصندوق يحكم، وتجي الناس الكل والمعارضين والناس الكل تجي وتحضر، فهمتي؟ الانتخابات واللي ينجح ينجح صح عليه، مش يجي حتى واحد يقول لي انا هذاك مسؤولية مسؤولية، مش كاين عليك انت، هذا انا وطن للناس الكل، مش باحتكار على واحد بركة، لازم الناس الكل تحضر وتجتمع وتشوف، واللي هو راهو اصلح وشوف يكونش حتى خايب بالنسبه لاي واحد ما دام نجح هو بالانتخابات، صح عليه؟ هذه ديمقراطية شكون؟ انا عندي ثقه كبيره في تصريحاته، وتصريحاته الكل معناها واضحه وضوح الشمس، هو قبل حتى على الاحزاب كل مره كان عنده 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 ذكاء خاص، كل مره يخرج وينبه، قبل على الاحزاب كان يخرج وينبه وينبه، ومن بعد يمشي معناها يقول هو بطيء وما يعمل في حد شيء، يخلي الفرصه ومن بعد هو يتصرف، وما تو الولات ولا نطلع حتى للمينيستر معناها مش قايمين بواجبهم، هو كي يخرج مش ما عنده ما يعمل، كي يخرج ويتفقد ويمشي للشمينو ويمشي للفوسفات ويمشي باغتوش، معناها هي رساله قوموا بواجبكم ماهيش مهمتي، معناها يحضر فيهم اخرجوا شوفوا بعينيكم قيموا اخدموا، وهما لا حياة لمن تنادي. انا معناها نشك وليت في روحي، معناها هذايا معناها يخدموا للدولة ولا ضد الدولة؟ سكي فيه هو يعطي معناها التنبيه الاول والثاني والثالث، ومن بعد كي يقيل ولا كي يعمل ما يلوم حد، لخاطر معناها فريمون تونس وليت برمة وتغلي. شفنا ان الشعب التونسي يقول لك انه السياسيين، يقول لك وزراء، رؤساء حكومات وايضا رؤساء دوله همهم الوحيد هو الكرسي، يقول لك ما يخدموش من اجل مصلحه البلاد والعباد. لهنا اليوم نشوف انه رئيس الجمهوريه يقول لك همي ماهوش كرسي، همي مسؤوليه، وصفها وسماها كما قلنا بالابتلاء. شو رايك؟ عندك ثقه في تصريحات قيس سعيد في كلامه هذا؟ يقول لك همه الكرسي، شد الكرسي واعرف شنو هي قيمته انت، واعرف شنو هي الخدمه اللي وراها، ويرقد كيما خلي الرئيس يرقد كيما ترقد انت، ويرتاح كيما ترتاح، تحسيرو تو شد الكرسي، هكا شد الكرسي وراقد وشايخ كي البي قبل، مش حكم بيات راه، حتى هو نهار الليل ونهار يجري ويجري ويخدم ويسمع منا ويسمع منا، شفت 12 مليون تونسي من بنزرة البنقردان وكلها مشاكل، وكلها مقدسة في قصار كرتاج، أنا مش نشكر فيه، أنا ما عندي أنا ما نعيش هنا الساعة، أنا معاهم 69 عايش لبرا. حسب الواقع. قاعد نشوف. اما الواقع مش ساهل، راهو تدخل على البلاد فالسه فارغه تنجم تسيرها وتنجم تعطي كل واحد حقه، مش ساهل. مش نعم ضد عوده المنظومه القديمه، نحكي على العشريه الماضيه للحكم. لا 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 يرجعها، يجي سرقونا بما فيه الكفايه ونقولوا سرقونا بالحق، لذا حكايه فارغه المنظمه الحكم المنظومه القديمه والحكم القديم،
انسى، خلينا تويك بحكم الرئاسة وخلي الراجل يخدم على روحه. انا نتمنى راهو جاو على الاقل باش ما نقولش على الاقل 6-7 كيف هو وبالحق يحبوا مصلحة البلاد وواقفين ويقفوا معاه تو يصلحوها البلاد. اما احنا الشعب التونسي يحب هات الكل وكن فيكون. يا خويا اسمع، المانيا في الحرب كلاو قشور البطاطا، قال لهم هتلر اسمع انساو، خرج العباد بلا وبيوش يبني يقدوا في الاوتوروت ضحي. يا خويا شنو المشكله نحن؟ انا اش دخلنا في فرنسا؟ تخزر الحاله كي نخزر غادي نتعدى نحزن، واحنا غاديك حتى الشاي باش يحطوه في قدام السفاره لا ممنوع، هما هنا تفرش عليه. يا خويا نبعدوا عليهم كل اختانا، نعيشوا على الخبز والماء 5 سنين تو ننظروا ببلادنا والناس كل تخدم وتقوم. أما هم يحبوا قيس سعيد يقوم بالبلاد، قداش منك باش يكون؟ قوم معاه أنت. ما قلت الدنيا غالية والناس الشر، ما تاكلش اللحم، ماكش باش تموت باللحم. إيه لا ما عنديش ثقة، أنا ما عندي مخرتين في ثقة لواحد، مش كل واحد يقول أنا عندي كذا كذا، مش رأي، أنت رأيك عندك رأي نحترمه، أما كل واحد عنده رأي زادة. خلي الناس كلها تجي تحضر وتتقدم للانتخابات رئاسية، والشعب يعطيه صحة ليه حتى يكون خايب، وقت الشعب أعطاه أنا. تو يعطيه 10 ملايين ونقولوا له خايب، ولو بالنسبه لي انا خايبه يسحق ما كانت سيفته. قلت انه عندك ثقه في تصريحات رئيس الجمهوريه وفي شخص رئيس الجمهوريه قيس سعيد، اذا قيس سعيد يقول لك انا همي ماهوش كرسي وما نجريش على الكرسي، همي مصلحه البلاد والعباد. شنو رايك؟ هو رئيس دوله كي يخرج من الاول ويقول لك اني اخشى الله، يخشى الله بفمه قول، معناها مش كما يخشى الله اللي جاونا قبل البدر علينا، يا اون ديفيرونس ايمونس. هذا انسان يخاف ربي، انسان نابع من قلب المواطن العادي البسيط جدا جدا، سو كيفاه يعرف معناها كل كبيره وصغيره نتاع المعاناه نتاع المواطن، خاطر هو بيدو كان يعاني فيها انديريكتومون بون ان سارتان نيفو الي مويان، ما يعرف كل شيء، جيرانه المنطقه اللي هو يسكن فيها معناها اللي عدى فيها حياته، ديجا معناها اون ايماج معناها مرايه توريه المجتمع نتاعنا الكل، سو كيفاه هو ما يلوش على الكرسي، هو كما قال هو ابتلاء وبالمجد ابتلاء. وسبحان الله ربي ما يختار خلقه للابتلاء، وهو انسان نظيف وواعي ومتدين، معناها متدين اونتخ كيمي، مش التدين اللي جاونا به. ايضا قيس سعيد قال انه كل من دعوا لي مقاطعه الانتخابات البرلمانيه السابقه وايضا انتخابات المجالس المحليه اليوم قاعدين نشوفوا فيهم يعدون العده بكل الوسائل استعدادا للانتخابات الرئاسيه القادمه. طبعا يحكي عن المعارضين، شنو المعارضين كان جاو ثم معارضين بالمجد معارضين، معناها يخدموا لمصلحة تونس. أهلا وسهلا، مش هما 240 حزب ثم منكم ممكن 15 ينشطوا، معناها عباد جست تلوج على الباتيندا، تونس عاملينها باتيندا ويخدموا بها. اللي جاي يخدم بورقيبة وين وقت اللي هو بورقيبة موجود، وقت بورقيبة تحاصر وحتى معناها جنازة ما صارتش معناها لايقة بقيمته، وينهم جماعة بن علي اللي فريمون نعرف يرحمهم الكل بفعلهم، ما نخرجوش نجيو توا في الرسمي، شكون اللي عطى برنامج واضح؟ هذه مع بيت قاعده تخدم ضد الوطن، تخدم اللوبيات واجندات معناها غربيه، معناها تونس سي لو ديغني دو لوغ سوسي، شنو قدمتوا؟ حاربتوش الفساد، هاكم حكمتوا، هاكم عارضتوا، ثماشي حاجه او كونتخيغ هما يتامروا على الدوله، معناها وصلنا معناها في وزاره التجاره معناها موظف يخدم ضد الدوله يخبي شيك باش معناها ما نجيبوش نحن القهوه، فهمتني؟ بنوك قاعده تعطي معناها في قروض معناها بمئات المليارات من غير حتى معناها ضمان، ومواطن عادي يمشي يشلكوه امشي ايجا امشي ايجا وفينالمون ما ياخذش. تعشم شنية الرئيس قاعد يحارب في الداخل وفي الخارج ونيابه على جنابه، ونقول انا واحده من السيد الرئيس الحاجه الوحيده اللي نعيبها على سيد الرئيس هو اختياره للعباد اللي بجنبه، الاختيار يلزم يكون صعب، ما حاجتناش اخويا معناه النيفو ما نعرفش انا باك بلس 18، اول حاجه لوش فيه الوطنيه. مع عوده المنظومه القديمه نحكيو على منظومه العشريه الماضيه للحكم من جديد، النجم نشوفوها مره اخرى في الحكم، خاصه وانه جزء من الشعب التونسي باش ما نقولوش اغلب الشعب التونسي الفضها وما عادش يحب يشوفها. اسمعني، هذا الكلام نقولوه رفضها ولا ما رفضهاش؟ قلنا جزء. ما
اي الجزء رفضها وما فهمهاش. الشعب هو اللي يقول، انا ما نجيش نحكم على الناس. انت معاه ولا ضد؟ نحن ولكن ضد، انا ضد انسان حتى ولو رفضه، ضد عوده المنظومه القديمه. ضد عوده مش عوده، انا ديمقراطي نحب هيك حسب رايي انا. ممكن نجم يقول لك مش ديمقراطي، ان اللي عنده حق واللي يجي يرفض الشعب نرفضوش انا، نقول له لا هذيك منظومه قديمه ما عادش تصلح. انت خلي الناس تعبر لارواحها، اللي عنده حق هي عنده حق، والشعب هو الصندوق هو الفيصل. لا نقول لك لا ناخذ انا وما ناخذش انا، ما نحكمش على روحي ونحكم على الغير. كل واحد يهبط، كل واحد يهبط، كل انسان عنده القدره باش يحضر يحضر، والصندوق يحكم بيناته، لان انا نعطي فيه رايي ولا هو يعطي فيه رايي. اذا كان انت ما تحبوش، فمش الناس تحب، هذيك ديمقراطيه تحت قايل العالم الكل يعرف. ما نحكوش على السبداد، ما نحكوش على الناس اللي يحبوا كذا، اما نحكوا اذا كان في تونس تحب الحق، الناس كلها تحضر والشعب يعرف شكون حاجه معارضه ولا مش معارضه، ولا قد الناس القدم ولا سرقوا فلوس ولا هذيك. الشعب يا خويا يحكم، الشعب تو يعمل كومباريزون ما بين تو قبل، يعمل برشا حاجات يفكر. الشعب التونسي مش قصيص تو، الناس حتى اللي جاهل جاهل يعرف تو الثقافه تاع الديمقراطيه يعرفها. بقينا اذا كانوا ما يحبوش الديمقراطيه هذيك حاجه اخرى. اي انت فرد من الشعب التونسي، خلينا نعرفوا رايك معاه. اي انت فرد، خلينا نسالوك معاه. انت مع عوده المنظومه القديمه للحكم؟ انا من عوده، اذا كان الشعب اعطاها انا مع عوده التنظيم القديم. اذا كان الشعب اعطاه يجي نقول له لا خط عوده القديم تعمل كل الناس كلها عملت الخايب والباهي راهو، وما تلقاش شخص معناه مع عمل الباهي الكل، مستحيل. مداها من الاستقلال ورع عامل، فما امل، فما درجات، فما العمل باهي وكذا ومنه ومنه، فما عمل شويه كذا. اما تو نحن تو نحكموا على الناس كل الشعب التونسي اللي فات واللي يتعدى واللي جاي، اللي يحضر الناس كل اللي عنده حق اللي يحضر. شنو رايك في العشريه الماضيه؟ ثم شكون يسمي فيها بعشريه الخراب، العشريه السوداء، العشريه المظلمه، شنو تسميها؟ يا ولدي هذاك الديمقراطيه يقول هو كما يحب. انت كمواطن تونسي خلينا في شو انا نقول لا، انا نقول لا، نقول لا هذه فيها حاجات باهيه وحاجات خايبه، ما نجيش نقول لا منظومه كلها على بعضها او فاز وكل شيء. 25 جويلي هل هو انقلاب والا تصحيح مسار؟ لا لا انقلاب بالنسبه لي انا. علاش انقلاب؟ علاش تو فكيت واحد بالقوه؟ حق انقلاب، نقول لك كلمه بوضوح، انا انقلاب ماهوش تصحيح، صححنا نحن. شنو يخلي الشعب التونسي يرضى بالانقلاب هذاك؟ اذا كان الناس ترغب، ملت من الناس القدم، ملت، تقول لك هم يسرقوا هم كذا هم خايبين كل شيء، حتى الشعب التونسي من الاعلام وكل شيء يراجع، فما ناس تفهم وحق، وهذاك حق، ورا الناس القدم معناها مش باهين وخايبين، هذا من حقه وخليه يعبر لروحه. قالوا خايبه خايبه، اما الشعب تو تشوفه هو يقول لك خايبه ولا مش خايبه. انا رايي لا،